نشرة أحوال الطقس تأتيكم من قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الخميس واستمرار الضغط الجوي المنخفض وأمطار على مدن الشريط الساحلي الغربية أيضا الوسطى حتى الشرقية. نفس الوضعية الجوية اتجاه المناطق الداخلية الشرقية الهضاب العليا الغربية حتى الوسطى. سماء من صافية إلى مغشات جزئيا على شمال الصحراء بني عباس ورقلة الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري ونشاط رعدي وخلايا رعدية على تمن راست وأجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي على تندوف درجات الحارة بالعاصمة وعنب 14 درجة 13 درجة على وهران 18 درجة على شمال الصحراء على غرداية 19 درجة على ورقلة 20 درجة على إليزي حتى على بني عباس 12 درجة على تندوف 21 درجة بأدرار عين صالح وجنيت على تمن راست 19 درجة. الدرجة الدنيا لصبيحة الخميس 10 درجات على ستيفت بسة والبيض، الدرجة القصوى 30 درجة وهذا بأقصى الجنوب الجزائري. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة الخميس. استمرار تساقط الأمطار بمدن الشريط الساحلي الوسطى حتى الشرقية حتى المناطق الداخلية الشرقية، عودة الاستقرار تدريجيا للسواحل الغربية مع بعض السحب العابرة حتى على شمال الصحراء، إذا بعض السحب العابرة بالصحراء الوسطى الجنوب الشرقي مرتفعات الهجار والتاسلي وأقصى الجنوب الجزائري وأجواء مستقرة على ورقلة بني عباس حتى الجنوب الغربي على تندوف درجات الحارة بالعاصمة 21 درجة حتى على عنابة 19 درجة على سطيف على وهران 23 درجة 29 درجة على غردية 30 درجة على بني عباس 31 درجة على ورقلة حتى على تندوف 37 درجة على أدرار وعين صالح 34 درجة على تمن راست على جانيت وإليزي 35 درجة الدرجة الدنيا 17 درجة على تبسة القصوى 44 درجة وهذا بأقصى الجنوب الجزائري. نمر نشوف الملاحة وأحوال البحر لنهار الغد الخميس. البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل الاضطراب، هذا على طول الساحل الجزائري، وسرعة الرياح تراوح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لنهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت. يوم الجمعة استمرار تساقط الأمطار بالسواحل الشرقية حتى المناطق الداخلية الشرقية، عودة الاستقرار تدريجيا للسواحل الوسطى حتى الغربية مع بعض السحب العابرة. سماء من صافية إلى مغشات جزئيا على شمال الصحراء الجنوب الغربي الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري وأجواء مستقرة على بني عباس، درجات الحرارة بالعاصمة 21 درجة 26 درجة على وهران راح تكون مرتفعة بالمناطق الغربية 23 درجة على عنابة 30 درجة على غرداية 33 درجة على بني عباس 31 درجة بالجنوب الغربي على تندوف 38 درجة على أدرار وعين صالح على إليزي 35 درجة الدرجة الدنيا إذا 19 درجة بتبسة القصوى 44 درجة وهذا بأقصى الجنوب الجزائري. إذا شوفوا الوضعية الجوية ليوم السبت. إذن عودة تساقط الأمطار على مدن الشريط الساحلي الوسطى حتى المناطق الداخلية الشرقية وأجواء مستقرة بالسواحل الغربية حتى السواحل الشرقية مع بعض السحب العابرة. نفس الوضعية الجوية اتجاه شمال الصحراء، سماء من صافية إلى مغشات جزئيا على بني عباس حتى الجنوب الغربي الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري، درجات الحرارة تكون مرتفعة نوعا ما توصل حتى 23 درجة بالعاصمة 25 درجة على عنابة على وهران، إذا توصل عتبة 27 درجة راح ترتفع بالمناطق الغربية 31 درجة على غرداية 33 درجة على بني عباس 30 درجة بالجنوب الغربي على تندوف 38 درجة بعين صالح الدرجة الدنيا 21 درجة بتبسة القصوى 43 درجة وهذا بأقصى الجنوب الجزائري. نختم مشاهدينا بمواقيت الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها. شروق الشمس على 5:33 دقيقة، الغروب 7:56 دقيقة. للمزيد من المعلومات عن الجو البيئة ما عليكم إلا التواصل معنا على عناويننا التي تظهر على الشاشة. ختام النشرة الجوية، في أمان الله.